متابعي كرة القدم في كل مكان، نقدم لكم اليوم موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون التي تقام بالجولة 32 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، حيث تقام المباراة يوم السبت 31 مارس 2018. كما نقدم لكم القناة الناقل للمباراة بالتفصيل، وتقام المباراة على ملعب جوديسون بارك بمدينة ليفربول بإنجلترا. ويدخل فريق مانشستر سيتي هذه الجولة وهو يحتل المركز الأول برصيد 81 نقطة، ومن الناحية الأخرى من المباراة يحتل فريق إيفرتون المركز التاسع برصيد 40 نقطة. وتقام مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون السبت 31 مارس 2018 في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، والثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات، والسابعة والنصف بتوقيت السعودية والعراق والكويت وسوريا، والرابعة والنصف بتوقيت جرينتش والمغرب. وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 1. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.